هاد السيد اللي تعدالي على الوالد كان كاره هو وياه لمدة 8 شهور. هاد السيد كان كيما نقولوا دايرين فيه واحد الكونفيونس بزاف، قال الحومه تهلا فيه، قال الحومه تعطيه ياكل، قال الحومه تعطيه كلشي، يعطيه يلبس كلشي، قال الحومه تهلا فيه. وضربه كان ما عرفتش اش غضر با، وضربو ضربه بوطه بوشيه العنق، ضربه الكرش الكلاوي، قلت ضربو العصب، هادشي اللي ما فهمت. 3 ضربات في المخ و30 سنه ما ليش تخرج الشمس. حنا كنا نقولوا هذا راه مسكون ولا هبيل ولا ساعة ديما 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 يقولها عنه، وجبد لنا فيديوهات وكاين الادله هذا الشيء باللي كيقولنا. انا حد انا ما عرفتش علاش ضرب با وعلاش غضروا، وبا كان ناعس وهو مود عليه بوطه وضربه بوشيه، انا ما حد الان ما شفت. انا الدراري هو خرج عند الدراري قال لهم عطوني 10 دراهم تعاونوا عليا ولاد الحومه نتاعنا. هذوك الدراري ما تاقوش، قالوا له ما يمكنش، قبل الطاكسي مشى للكاتريان بغى يشكي شي دراري بلا 4 ضربوه. سخو هذوك الدراري من شافوا جلابه ما هو البسي البيض، من شافوا جلابه عمرها دم هي هذيك، مشاو يجريو وشافوا الوالد نتاع واحد الحاله شنو نقول لك صحت لهم مات. صونا لي المره الاولى قالوا لي الوالد نتاعك توفى، بقيت مصدوم انايا. ولا صونا لي الابي الزوجه قالوا لي لا راه الوالد تاعك راه يتنضرب، هو طل السبيطار نقول لك لا حاله لا حاله لم تنادي خويا. شت نقول لك من الثلاثه حتى الغد له حتى الوحده ونص وانا معاه في السبيطار، هادي 7 ايام والوالد نتاعي طايح كومه وانا ياك لا ماكله لا والو، ينما ينما حتى نعس ما نش نعس. الوالد نتاعي كان خدام، ماشي ما كانش خدام، كان خدام عنده الصنعه نتاع القبص وعنده الصنعه نتاع البنتوره، كان صنايعي. ضروك من كان تفرق هو والوالده صراو شي بروبلام شو قايبه برا، كان شلا حوايج نط انايا ولو كي نقول كيفاش الوالد نتاعي راه يبات برا، فهمت؟ قلت انا غادي ندبر الكريه للوالد، واخا ما ناكلش واخا ما نلبس، المهم الوالد هو الاول، المهم الوالد هو الاول. هذيك هي كرينا لهم، وانا في الاول عشان كريت له، كان يبان تقول هاد الدري ما نقولوا ما يتكتكش حتى النمله، ما كانتش باينه في ما حد الان راني داهش، انا حد الان راني داهش اخويا. عادي انا كان ما عندي لا والد لا هو اللي عندي، هو اللي كما كنقولوا كنشم فيه الريحه نتاع كلش. دروك الى انا مشى لي الوالد دروك واش غادي ندير انايا؟ ها غادي انت غادي ننتحر لحق الوالد غادي ننتقم؟ ما عادش نقدر ننتقم، علاش؟ عند الله الروح عزيزه، انا ماشي وجهي نتاع هذاك الشيء، فهمتني؟ هذا خص النيابه العامه تحاكمو، والسي الحموشي نطالبك تحاكمو باقصى العقوبات. انا واخا يعطيوها كاع المؤبد راه ما كتبردليش في دمي. انا نطلب انا من المحسنين انا يعاونوا لي ابا، انا ما خصني حتى شي حاجه، انا اللهم لك الحمد انا راجل وقد براس، انا مهم غير الوالد نتاعي يوقف. ضروك ما لقيتش اللي يوقف معايا، ما لقيتش اللي يدير حتى شي حاجه. انا كيما نقولوا انا كيلفاس في محطتني نخدم، انا ما خصني والو، انا خصني الوالد نتاعي يبرا، خصني الوالد نتاعي يبرا ينوض من الكومه، هادشي ما خصني. اليوم 7 ايام والو، هادي 3 ايام باش حيديروا البنج والو، ما زاد ما فاق. ودابا دابا انا عاد خارج من الطبيب، دابا قال لي الطبيب قال لي منو الله الصراحه، انت واحد الطبيب دار معك اكثر من اللازم الصراحه.